ايمن مرو عبد المنعم خلاص بقت متجهه اكتر للاطفال مؤخرا، خاصه كمان في المسرح. قولي لي انت قصده ده ولا ملامحك اللي ساعدتك على كده؟ لا انا قصده ده، يعني انا عجبتني فكره ان انا اعمل حاجه للطفل، لان انا شفت ان هي مساحه فاضيه محدش مستغلها، حاسه ان انا هابدع فيها، حاسه ان انا عندي فيه كتير. ف يعني كان ليا تجارب قبل كده يعني ما اتشافتش قوي للطفل، لقيت نجاح كبير جدا، فقلت طب ليه انا ما استغلش النجاح ده وعلاقه حب الاطفال بيا، لان يعني في كيمياء بيني وبين الطفل الحمد لله. فقلت اعمل، وانا كان من زمان حلمي قوي ان انا اعمل سنو وايت كشخصيه يعني، فبدات بيها مسرح، ولما لقيت النجاح يعني الحمد لله حليف الفكره، بدات بقى اطور، عملت اليس ان وندرلاند، ودلوقتي احنا بنعمل رابنزل. شايفاكي لسه عامله لوك سنو وايت في الشعر، فهل ده بقى لوكك الطبيعي؟ لا 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 خالص، لا انا كان شعري طويل وقصيته عادي يعني. طيب ريبونزل بقى ده بيعرض حاليا، قولي لي ازاي حولتي الفكره الاجنبي للعربي على مسرح؟ الموضوع طبعا كان صعب جدا. هو طبعا صعب جدا، بس الحمد لله يعني انا معايا مخرج متميز جدا، استاذ محسن رزق، وهو مخرج ومؤلف العمل. يعني انا بأدين ليه الفضل الكبير جدا بان هو قدر يحول المسرح عالمي، حول قدر يعمل مسرح برودواي في مصر باللهجه العربيه. فيعني انا محظوظه بالتعامل مع استاذ محسن رزق. انت ناجحه جدا في المسرح، بس شايفه ان انت اتعطلتي في الدراما او في السينما كتير؟ بس ده طبيعي، اي فنان بيحصل يعني في بقى في اوقات اب اند داون، يعني ده طبيعي جدا، بس المهم يعني في وقت الداون انت يعني ازاي انت تستفيدي بالوقت الفاضي. انا في الوقت اللي ما كانش فيه دراما كتير او ما بشتغلش فيه كتير، اتجهت للمسرح وقلت اعمل مشروع يعني. طب ده هل ده يعني سبب انفصالك عن جوزك؟ هل ده اللي ادى لتراجعك في الدراما او السينما؟ نهائي نهائي خالص خالص، ما فيش اي علاقه من الوسط الفني او الناحيه الفنيه بانفصالي نهائي يعني. عايزه كمان اسالك السينما، انا عارفه ان انت بداتي تصوير فيلم جديد. انا بدات وخلصته خلاص. ده ايه السرعه دي؟ اسمه ايه ويعني كلمينا عنه شويه. اسمه بورصه مصر، هو فيلم جماعي ابطاله كتير، كل بطل بيحمل حدوته صغنونه جوه كافيه اسمه بورصه مصر. الحدوته كلها بتدور حوالين الابطال اللي جوه بورصه مصر.